ناس كتير قوي لما طلعت موسيقى المهرجانات قالوا ايه اللي احنا بنسمعه ده وايه ده وبتاعه، وبعدين ابتدت كل الناس تسمع ده. قبليه كان في ظاهره الراب اللي ظهرت في امريكا في دول اوروبا، وكل الناس برضو استغربت قالت ايه الكلام السريع ده، ايه اللي احنا بنسمعه ده. وطلع ويجز في يوم من الايام غنى، وكانت الطامه الكبرى، واتهم ويجز بايه الكلام اللي بيقوله اللي مش مفهوم ده، وايه المزيكا دي. وبعدين اصبح ويجز دلوقتي الحفله بتاعته عارف بياخد فيها كام؟ لا مش عارف؟ لا انت لازم تذاكر الحاجات دي عشان تبتدي تحضر للفلوس. لا ما اعرفش بالظبط والله. لا اجره عالي جدا، وبيعتبر يمكن من الناس دلوقتي الوحيد اللي بيغني اللون ده. هل انت تعتبر ان اللون اللي بتغنيه قريب شويه من ويجز؟ هو راب يعني، هو نفس ال يعني نفس الريتم مثلا وكده، بس في بتبقى في من ضمن الراب في انواع راب اللي هي بتبقى مثلا سلو اكتر، في انواع تبقى اسرع شويه على حسب يعني. انت اي نوع فيهم؟ انا ما بحبش احط نفسي في نوع معين يعني، بحب بتسيب يعني نفسك؟ بسيب نفسي بالظبط على حسب الميوزك، على حسب الكلام اللي انا بقوله يعني. طب احكي لي بقى الموضوع ده ابتدى من الاول خالص ازاي؟ اولا انت عندك كام سنه؟ انا 22 لسه، تمام صغير 22. جدا. طيب ابتدى الموضوع ده من امتى؟ ابتدى في من 4 5 سنين، كنت في اخر سنه مدرسه، وكنت على طول انا حاطط سماعات في وداني على طول بسمع راب. يعني اصحابي حتى واخويا حاول يدخلني في مجالات تانية من ال زي ايه؟ يعني كان كلها يعني من بره مصر، ارتست بره مصر يعني، سلو ميوزك، جاز، تكنو، الحاجات لا انا افتكرت انت بتقول بيدخلني كان عايزك تغني يعني حسن شاكوش وكده. هو كل ما اقابل حد يقول لي لازم تغني شعبي مهرجانات. بس فانا بدات كنت بسمع على طول الراب يعني، وبعدين لقيت نفسي بركز في يعني مكونات الاغنيه دي، ايه الكلام، ليه ما عملش الكلمه دي، ليه الفلو ده مش عاجبني، في التكنيك بقى، ايوه الحاجات التكنيكاليتيز بالظبط بالظبط. فقلت يعني انا خدتها كتشالنج، قلت انا اقدر اعمل احسن يعني، تحدي بالظبط. واكيد اول كام سنه يعني الاغاني ما كانتش احسن حاجه، وبعدين شويه شويه عرفت احسن يعني. وسافرت انجلترا؟ سافرت انجلترا للجامعه، عشان دلوقتي هيقول لك هو ليه بيتكلم انجليزي كتير، عشان هو بقاله ايه 4 سنين في انجلترا. في انجلترا لسه راجع من اسبوعين. واتخرجت خلاص؟ التخرج بتاعي الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله. طيب ابتديت بقى تعمل التكنيكاليتيز والحاجات دي، احكي لي كده اول يوم قعدت فيه تكتب اغنيه جت ازاي وحصلت ازاي وكانت على ايه؟ هو اول يوم كانت يعني اول كام اغنيه كانوا انجلش. كنت فاكر انا كنت بجيب الموبايل وبدوس ريكورد على الفويس نوتس عادي، وبحطه قدام اللابتوب وبشغل اغاني وبغني، ودي تبقى الاغنيه يعني، وبعدين أوكي. بوريها لاصحابي وعيلتي وكده. وبعدين رحت استوديوهات، اشتغلت مع كذا استوديو، ما ارتحتش قوي عشان بحب ابقى لوحدي يعني، اكون مركز في اللي انا بعمله. وبعدين شويه شويه اشتريت مايك وتعلمت على بروجرام وكده، يعني بقيت اسجل كل حاجه في البيت يعني، عندي استوديو. اتقلبت بقى الانجليزي دي العربي ازاي؟ حسيت ان انا الكلام الانجليزي ما كانش واصل للناس قوي، غير اللي هو مش واصل للناس، مش واصل لنفسي برضه، حاسس ان العربي مش عارف تعبر، انت مصري يعني بالظبط في الاخر. بالظبط مش ما عرفتش يعني اللي هو يعني اعبر بالظبط اللي انا حاسه. بس العربي كلام اصعب اللي احنا نركبه يعني، الانجليش في الراب عشان كلام اتقل شويه، والراب ده فلو يعني الراب ده. طب احكي لي اغنيه فاهم قصدي اللي نسمعها دلوقتي دي، جات لك فكرتها منين وحسيتها ازاي وايه اللي حصل؟ انا كلمه فاهم قصدي دي بقولها في كل حته، وكل مصري يعني كل مصري بيقولها بعد كل جمله بنقول فاهم قصدي. عندنا نجمه اسمها ياسمين عبد العزيز برضو عندها لازمه فاهم قصدي. ايوه بنقعد نقول فاهم قصدي فاهم قصدي. فهي لما كنت بتمشى في لندن عادي قعدت اقول طب ما فاهم قصدي دي بتبقى حلوه لو حته في الاغنيه اللي هي اقعد اعيدها، اللي هو اقول كوبليه وبعدين اقول فاهم قصدي فاهم قصدي، اللي هو للمستمع لو هو فاهم قصدي يعني. وبعدين مش عارف مشيت يعني.